هنلعب دلوقتي لعبة، اوكي؟ ماشي. انتي هتبقى معاكي البورد دي، اوكي، وانت هيبقى معاك البورد دي. ماشي. انا هسالك سؤال فتكتب الاجابه وانت تكتبي الاجابه في نفس الوقت. طيب. وميديا هيسال توتي سؤال فانت تكتبي الاجابه، اكتبي الاجابه في نفس الوقت، ونشوف هتبقوا عاملين زي بعض قد ايه في التوافق ما بينكم. ماشي ماشي يا مسهل، يلا بينا. ابتدي انت يا مدوج. ماشي. السؤال الاول لايتن، عز دفعه كام؟ خريج سنه كام؟ ما تبيت وما تبصش، ما تغشيش. ماشي يلا يلا. واحد اتنين تلاته لفوا. 2001 2002 فاتت سنة وغلطت في سنة التخرج يا اختي وخسرت النقطة. كل ده من الصلصة اللي انت بتحطيها المعلمة للأسف. ودلوقتي السؤال ليك يا عز، قول لي مين هي مطربة ايتن المفضلة؟ اكتب. طب يلا نلف كده مع بعضينا. واحد اتنين تلاتة. هي كتبت وردة وهو كتب أنغام، ده واضح إن هم عايشين في كرفانات. السؤال الجاي الأيتم. أيوة أستر يا رب. اسم صاحب عز الأنتيم إيه؟ ما مصل كتير، أنا نقي أني واحد الباقيين هيزعلوا. أقرب واحد. لا خلاص بقى يلا أكتب. وإحنا هيجينا أعز منكم، وبعدين أنا حسيت إن الجوازة هتبوس كل النقط عمالة تضيع، فلازم نديكوا حاجات بقى كده. مين؟ نلف؟ خلاص؟ اتفضلي. يلا يلا اقلب. لف يعني احمد هو كنت هكتب عصب يعني الله. خالد وخالد خسروا نقطة وكسبوا نقطة، يبقى نسقف لهم. خدوا نص سقفة. نص سقفة. الجوازة باظت، احنا جايين نعدي النفوس، مش عايزين نتقل عليكم. قول لي مقاس رجل توتي كام؟ اه كده حاجات حلوة بالشبر. ماشي يلا. واحد اتنين تلاتة. برافو 37. اكبر مقاس في الاطفال والله العظيم. وكده خدوا درجة ونص. ويلا يا ماجي اسأل توتش. اخر فيلم دخلوا عز في السينما؟ اكتب برضه. ايوه ايوه. يلا واحد اتنين تلاتة. ها يا تهدي يا تهدي. اصل انتي مش قدي. برافو.